قبل يومين ودوا واحد صفوه وين مبارك؟ الودا صفوره مبارك ده مات عملت شنو ما قلت كوتولو جنجويت مبارك ده طلع كويس مبارك ده طلع وطلع من هناك جنجويت ده فوق كيف رصده كيف جابه كوتولو ما بمعلومات من مناوي مناوي قال له ما تمشي مناتك ده من افتراض اول انا نمشي نشتغل تسجين ركب راسه وقال لهم ده مسخت راسي ومشى صفوه الليله بيقى بيشتغل ليه كانت بيت التجمل مباراه ما وراباتهم ده معلومات دقيق من منا لكم انه هي متياحي هو من الشركه بتاعت شنو مني اللي جابه دار ينظف دارفور ده من بلاك بيبول يا اخي جاي ينظف دارفور ده من بلاك بيبول يا اخي اسمعوا كلام ده كيف للناس اللي بيزعلوا ده كلام ده واضح الو 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 كلام ده خدته في راسكم بندي فرصه لاي زول الشريف عم اتكسل وانا بديك دعوه طوالي رسالة ده لأيزو الشريف يقول كلام ده في راسه الشري قارق واحد من نفسه قول ما داير يدوك راسه في ايه تعزم حبابك يا حبا قدام بس انا قبل ثلاث ضائف برنامج واضح اوي انا احنا كلنا يعني توحد نكون كتلة واحدة يا اي دول يا كل نور براو كلامي قبل انا واضح ما دير اي لخبطه وما دير اي جنجويت ده نبل ندقه بعربجي شفته نشتتهم طوبه ما في ثاني رجول ورا ده ما في برنامج دخلت الدهيره منه ناس الجنينه هناك يقفلوا ودير يقفلوا ونفير ما في حاجه اسمه والله زغاوي يموتوا بغادي نقعد نايلين مساليد بجاي يموتوا نقعد نايلين وفور بجاي يموتوا نقعد نايلين انا جبال واضح جدا في اللايف انا قلت لهم ضد الفور التابعين لعبد الواحد اللي بيكتروا اخوانهم الفور الضعفاء انا ضد مني وضد عبد الواحد ودير الكتالون اللي نحن تاني ما نقدر نرجع والناس العساكر الهسي ضربوهم الكتالون دير خليكم الناس القاعدين ذاته في العساكر التابعين للحركات المسلحه يدون السلاح يسلمون السلاح سلاح تخليه يدون اليوم خليه يدون المساء السلاح ده خليه يدون يدون المواطنين يدون سلاح وذخيره للمواطنين عشان بكره ما يطبطبوا لهم الشغل ده كده وشفت اقول لهم كده وبتاع نقدر يتوحدوا يكونوا كتله واحده يكونوا كتله واحده ما يكونوا كتله واحده والله شوف بلد ده اي زول يا يعرف اتجاهه وين كويس عرفنا اي قبيله عرفت اتجاهها وين يا طردوكم كلكم كويس ونحن مع الجنجويد ده موتنا زود يا اتوحدنا كلنا نقدر يتوحدوا يا مكه نحن نظامنا نفير ما قدر يتوحدوا اي قرد يطلع جبله كلام كثير ذاته لوك انا ما بفهم هاي انا برنامجي واضح ندي فرصه للاخرين تحياتي لك قدام بس يا زول اشتري سلاح قوي من نفسك يا زول تحيات متصله كثير بس شفت كيف هبه شوف جاي غربي دارفور يدور شرقي دارفور يدور شمال ده نار ده يتفتي بوك توعي ما تقول تنتظروا لي تمددوا هناك وتعمل لي ما في كرامه ذات كرامه بعد التحرير ما نلقى ناس عاملين فراش يا اخي ما نلقى ناس عاملين فراش ذات بروسل تشربوا كرامه تجيبوا بطور ده بيشتري 50 تلقى يا اخي خلوا فراجه بعدين هناك الو مرحب الزيت الزيت اول حاجه انا بحييك معلش يا انا بحييك وبحيي المشاهدين الكرام ويا زول قدام بس ما في اي حاجه اخر اي زول يشتري سلاحك احمي نفسك وبنكررها اشتري سلاحك واحمي نفسك وبعد اخوانا هوي الان معركه الكرامه الكبرى معركه تدمير الجنجويد معركه بل الجنجويد معركه اخراج جميع المستوطنين الجدد من الحواكير المحتله بقوه السلاح معركه توحيد كل المكونات ثاني ما انا اسمع ده قبيلته كده ولا ده قبيلتك كده ولا كلام فارغ نمره 2 الجنجويد اللي مخططين قاعدين في الجنينه والنياله وقاعدين انتوا ذاتكم شغالين شنو؟ يا اخي دوروا ولعوا في اي حته عندكم منطقه تم احتلالها من قبل الجنجويد لابد الناس تمشي تحرر انتوا ذاتكم لما تولعوا في مليون موقع وكمان ترسلوا ناس عشان يمشوا يعملوا يدعموا الناس الموجودين كده بتجهجوا الجنجويد لكن لما كلكم يعني تخلوا جنجويد يجي من نيالة من الجنينة من غرب من شرق دارفور من وين كده خلاص بكون انتم يعني بالطريقة ده ما تمام
واللي وانتم شغالين شنو؟ نمره اثنين، الجيش التابع للحركات اللي وقع الاتفاق بتاع جوبا، كلكم الان معركه الكرامه. انت 20 سنه تجيب شايل السلاح وقاعد في الخلا عشان منو؟ عشان شعبك. الان اتجاوز ناس مني، اتجاوز القيادات، والان امشي خش في الميدان اضرب الناس، اضرب الجنجويد بيد من حديد. والناس بتاع عبد الواحد الان اللي قاعدين 18 سنه قاعدين، قلتوا حلفتوا انه دايرين تهموا المواطنين، الان قاعدين في الجبل. انزلوا الان، الان انزلوا، لو انتم عندكم ثوره، ثوره بتاعت الشعب، اتركوا عبد الواحد، اتركوا قدوره، ننزلوا بسلاح بتاعكم واهموا مواطنين بتاع دارفور. ودار اقول لكم اخر كلام، لو انتم ما هميتوا، لو انتم ما نزلتوا يعني ناس عبد الواحد وما طلعتوا عين عبد الواحد، يعني لو ما اتجاوزتوا عبد الواحد تعليمات بتاعهم، وانتم ناس مني وناس جبل وما اتجاوزتوا تعليمات اللي هو سيادكم اللي هو ناس مني وغيركم، ابناء دارفور الشرفاء براهم، ابناء دارفور الشرفاء براهم قادرين يحرروا دارفور. والله العظيم وعنينا معركتنا دي تاني ما نمشي لقدام، ما بنرجع لورا، بنمشي لقدام بس، وما هنجيب لحد ما يتم تحرير كافة حواكير دارفور من الجنجويد، واي جنجويد جاي من محل تاني هيلجا غصبا عنه محل جا بالقوة، سواء كان جا من مالي ولا النيجر ولا 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 افريقيا الوسطى ولا اي حتة. وتهياتي ليك يا زول، قدام بس، قدام بس، اشتري سلاح كل ما داير دوك راسه في هيدا يا زول. تهياتي صح، تهياتي لك. وشيروا يا شباب، شيروا شيروا كده بس، الما داير دوك راسه في هيدا، اشتري قارك وامي نفسك ودار رساله لاي جنجو بتاعك. شوف تاني ما تقول تبكوا هنا، قلت لكم اتوعدوا، حبشوي زول ده، حبشوي زول ده، شفت كيف؟ مش قلت الزرقه رساله ديال الزرقه، حبشوي زول ده، اتجهوا بس، اتجهوا بس. شفت كيف جنجويتان اللي كنت متحرك من جنان عمل له كمين، دقوا كمين، مرحب بشر هباب اسمه شغل هنتي ومن ناول وسخان ده، من ناول ده لو ما دقيتوا تلقى في السودان اقسم بدين ايمان السودان ما بيمشي قدام. وابد من ناول امبارح عاملين مصادر لهنتي وعاملين مصادر لميليشيا جنجويت ودنا استجمر امام ده خباب بتاعكم يا استجمر، ده خباب بتاعكم، ده خباكم انتوا. بعد ما تيبتوا خليتوا عبد الواحد، تيبتوا خليتوا من ناول، تيبتوا خليتوا عدل مساوكه، وانتوا لكم حاجه بقول له تجمع تاني قاعدين تكونوا دعايه بتاع الجنجويد. ها اسمعوا كلام ده كويس، جنجويد دار كوبون بس، اشتري سلاح قوام من نفسك، والما دار يدوك راسه بيتك، الما دار ده يدوك راسه بيتك، ده بس، ده بس حل، ده بس حل. شفت كيف؟ واهم حاجه يكون انك منزار، اهم حاجه يكون تشتري المنزار كويس، وفي منزار بركه بتركيب عادي تسنو برضه، نديك ما يزول يجري في الخاص، انا بوريك تسنو كم كويس. ما عندنا حاجه لزول يا زول، جنجويد ده يتبلى بس، جنجويد ده يتبلى، ما تجي تقول له حركات موقعه ولا حركات ما موقعه. انا هنا اقسم بالله لو ما منه ناس ونس عبد الواحد والشله دي اقسم بالله بلد تتحرر، قسموا شغل ده لهم، قسموا طلوا 200 الناس لهم بس. الو الو طلع اوكي، الله معك كويس. ما في هالخير البل يا زول، اسمعوا الكلام ده، اخر رسالتي لكم، ونقول لك حمله تشتري سلاحك واعمي نفسك. شفت كيف؟ ان قلت هتمت وان لم تقول هتمت، نادي وموت يا زول. ما عايز يقول لك اسمع شال حقنا القيم الغيم، اوي 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 اوي، حقنا هنا بس، هنا بس، هنا بس، هنا بس، هنا بس، لا لا ننتظر القيامة ولا جن، حقنا هنا بس، حقنا هنا يا زول. شوف الغيام انا قلت له جنبه يا زول، ما في زول يقول لك والله كتلا والله ما نمشي نقتله، خلي الله يا سيدي. لا علينا نعزب هنا بس، انا الناس وينا بس، انا الناس وينا. كلام ده يزول قدره، كلام ده في راسه. يزول قدره راسه، اسي جهز جهزوا واشتغلوا بشغل بدت غلايا الاربع، شغل غلايا الاربع. السلام عليك يا ابوني، كيف؟ الو كيف الاحوال يا شباب؟ طيب يا انا تمام، دارت الدين النظيف بس، معانا ولا مع الغيانه بس؟ لا لا معاكم خادم طوال يا مان، معقول يا اهل مكه؟ نحن الشركات يا مان، خادم بس، الحقيقه ده يا صاحبي حقيقه بس، واضح طبعا. اشتري سلاح اعمي نفسك، ما في هالغير ده، عدي رساله للناس اللي بيعرفوك. والله جاهزين يا مان، جاهزين يا مان، جاهزين بس. وداير اقول لك حاجه، طبعا البرنامج طبعا زي ما قالوا منهج، عرفت فرده؟
دي موضوع طبعا يعني من زمان انتوا قاعدين تحكوا فيها، وفي طباسين وطبالين بتاع ناس من ناوي وطبالين بتاع جنجويد. السي سكت، وينو ما نازل؟ وينو النازل؟ وين السي نازل؟ الزمان بطلوا في النازل السي ما برد ينم. والبرنامج ده معروف يعني، الكلام اللي قلتوه انتم من قبل 3 شهور 4 شهور 6 شهور دي اودي هسي اودي، شفت نفس السيناريو لسه الماشي ذات يا مان، عرفت يعني؟ يعني دي كلام كده والموت ده يا زول، كم في طيارة تموت، كم في البحر تموت، وين ما قاعد تموت يا زول، موت من اجل شرفك وكرمك وكرامتك يا زول. والله حقيقة، والله حقيقة. تاني يا فرد كونه برنامج انه فلان مشى المعسكر عمل له مغيب، ده ماشي تموت بس، وزاد المعسكر زاد هو الموت زاد يا مان، تموت بس في ارضك. كون الليلة رحلين بجاي مشينا المعسكر وبكرة جاينا منظمة، يا اخي يعني كم المنظمة ذات لي شنو ذات الكلام دي كله يا مان؟ انا هنا دي افرد الثاني بس شفت واحد لو طلع روحه بس خلاص يا صاحبي، دي شنو ده ماسكر ومخيم بتاعته، موضوع انتهى. لو ماسكر ومخيم بنفع مره جايه جنجويد تقرا خليه وجوده يا زلمه، لازم يمشوا ماسكرات ومخيمات. مشير في اي مجموعه من المجموعات دي والرسائل دي يا صاحبي تاسل يا صاحبي، الراس مقفل ذاتي يفتح، والطبالين ده المعروف شغالين بالماده، والماده دي عند حد معين يا صاحبي تنتهي، الموضوع ده يا صاحبي خليه مقفول يا مان. وين مشوا؟ ما اسي سكت نازك ديل، وينك الناس اللي في بريطانيا والناس اللي قاعدين في فرنسا؟ وين الناس؟ ناس كامل وين؟ قول لهم ناس كامل وين؟ ناس محمد عبد الله وناس عمار الرصاد ده وين؟ قدام بس ديل الطبالين اللي الله خلقهم، تقول المين ده يا صاحبي؟ تقول محشر لهم والله لازم يا دوب بس بني احترام ولا المشاهدين لاقين شنو؟ بني بس. المهم يا صاحبي ندي فرصه لواحد ثاني وقادم يا صاحبي. رسائلكم بتحصل يا اصلي. قدام 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 ورا ما في تاني، ورا ما في تاني. الو عود مكة، كيف؟ طيب ان شاء الله. طيب شبكة بس ما مصايد يا امور صحة، كيف طيبين؟ الدين النظيف، الدين النظيف، بس الدين النظيف ما انا ولا ما الغيانة، بس انا هنا عندي اتجاهين ثلاثة ما في. زول ده شبكت انه مشكلة. تي تنحب وما تنين ماشي من فاشر ليه اسمه ده تودو كل قالوا سألوكم قال اسمه ده والله داري ما بليب. الو كيفك؟ انا وماما اوكي خليك معي. Hold on. انت صاحبي دقيقة بس خليني اعمل لك فلوس. الو باين الاصوات. اها ادينا رسالتك. خلاص كده لو فيها خلاص كويسة. اولا بس تحية ولا تحية لكل المنافسين يعني قطر وانت وغيره، اولا لكم تحية جميعا. فثانيا الشيء الاول بالاول ثاني يعني على الشيء حصلت اللي انت شيء يعني فتره جاي زي انت قلت شيء طبعا
ما فيها علم ولا شيء جاي سوى الناس المنداوي وناس الخير وناس المنتجين وكلام انه اولا بأولا يتقوا انه يمشوا ينصبوا المسلمين اضطروا من المسلمين وبالتالي ناس الخير الناس ما عندهم طبع ما عندهم اي امان ناس ما عندهم اي امان حطوا يدينه 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 المسلمين وعلمنا في المسلمين قدروا احد منهم ما انت ما ما قدر سامك عملوا لهم لكن من جاي صاد وجب الناس ما تقول أنا بس ما إنه نازل صافو عشان كده الله نازل عاملين بتجوز إنه يتفقوا إنه اتفاقية وهذا كده عاملين نموذج متفقين اتفاقية وما دارين يكتبوا دارين يكتبوا ما قدروا نكتبوا شافوا إنه دارين بس صور فتاة الناس يتفقوا عربات سوت الوقت في جدام ده عربات كل الناس ميتة وعربات كلهم يعني منتهي تعبان بنتي على التنجي تاو مكسو عشان كده نازل تاو ما قوي إنه ثلاثة نبتليات يعني شيء مستحيل عربي شايل نار زي ده يعني إذا أنت تعرف الجمل يقتل ده شيء مستحيل نازل يا عاملين نفس النار مستحيل ترى ما دايم يقتل الغور والموتين الموتين أتمتى خلا شو صدق الكتاب عرب من الناس هو بتوع حتى الآن قاعدين انا سامك سامك الناس البابا يتعبون ونعمل الجوية جوة بتاهم يتعبون بأي طريقة يربو حاجة في آخر وقت لكن في وجهة تقول شو السوشيال ميديا ساقه كم يقولوا ما صعب جميع ده شما شب جيش بيتكلم هسه قبل شهر جانا جانا يعني هذا في السودان زور في فتحار تغازور فتحار زي لقال إنفار تفاصل يتكلم من العدد زور بتتعبوه ألا لا تطرده السودان هذا شنو واحد بقول فاردة ومار بطك أستنلم أوليك ما عندك ذلك كله ألقى في باش راسة قاعدة بروكس طبعا ناس ما عند ما فات شيء ده هذا أعراف أوكي بس ده شنو عندهم إيتال ميلات وما أستنلم نازل لسه من السفر لفون حاجة أكثر واحد تعرف تعرفه عشان ناس ينو كله يجلس خمس حاجات قاعدين في دارهم ده شيء هو ما أكثر واحد لا ملوش سبورت هنا لا في تعلق تا الدخيلة صارت ما عندك دلوقتي صارت حاجة صارت ضعفهم ولا حد كويس من ناو دارنا صوت تجاري ورا سميتي ورا ما ناس الحادي يبريد ناس تقولهم إذا ناس ما قومي لازم نعمل حاجة قومية في داخل الطابور ينمى كل القبائل الزبا لا كل قبائل الاشتكية وإن الزبا ما معرفة في ناس عرب لكن ناس المستنفين إننا نحن ولا فارقة شيء ده يلمنا ونستعد وحنا ما نكون حاجة تحياتي لك ونتمنى رسالتك دي يصل لكل الناس اشتغلوا في جروباتكم وزي ما قلنا اي زول قروش الهادنو اول بارتباط ابدأ ببيتكم ورسي القروش خلينا يشتري سلاح ويشتري زغيرات يكون جاهز زي ما قلنا لكم اي واحد هذا له دولار ما ينبوه سو ليه قدام ونقول وما زلنا نقول اشتري سلاحك وعامي نفسك تشتري غنمائتك تشتري همارك تشتري اي حاجة اشتري سلاحك تحياتي ما دار نتيل كتير شكله زمني ديك كويس شكله زمني ديك ونقول ابقوا عافية في زول متصل لي لكن اقول لك يا اسمك كاميرتك ما فاتح وفي ختام كلامي نقول اشتري سلاحك واهمي نفسك لو دار ما دار والويل للجنجويت ليه قدام يا زول اخذ سكرين شات واكتب فوق بالصورة اشتري سلاحك واهمي نفسك ما تهياتي لكم متمكة والنصر غريب ابقوا عافية.